بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي محاضرة البرولوج، وهنبدأ في شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم على استخدام الداتا ستراكشرز، وده يعتبر اهم شابتر في الماده ديت، يعتبر من اصعب الشباتر وعايز تركيز. تمام يا اولاد. استخدام الريكيرسيف كومباريزون، وعندك في جوينينج ستراكشرز توجذر، وعندك الاكيوميتورز والديفرنت ستراكشرز. دي تعتبر النقاط الرئيسيه في الداتا ستراكشر. طبعا زي ما انت خدتها قبل كده في السي او الجافا، كنت بس اللغه دي طبعا في ناس معايا، في ولاد معايا على خط. الو، ايوه دكتور معاك. في، طيب ماشي، الصوت واضح ولا في مشكلة؟ طيب زي الفل. الريكيرسيف كومباريزون هنبدأ نتكلم عنه ان شاء الله دلوقتي، اللي هو النقاط الرئيسية. طبعا الاستراكشر كومباريزون هنا، طبعا احنا خدنا قبل كده استراكشر كويس معناها ايه، وعرفنا ان في حاجه اسمها فانكتور، وطالما الارجومنت في البريديكيت بيبقى في استراكشر فيه، او في ليفل تاني او تالت او رابع زي ما خدنا قبل كده. انت عندك هنا في الاستراكشر كومباريزون بتكون عمليه طبعا اكثر تعقيدا من السيمبل كيس، يعني او لو انا هتعامل مع انتجرز فقط مثلا هنا. فانت بتركز على مشكله الكومبلكسيتي هنا، وازاي تكمبير كل الكومبوننت او تعمل ماتشنج كل عنصر او كل كومبوننت مع نظيره يعني. وبتقدر تعمل العمليه ديت باستخدام الريكيرشن زي ما خدنا قبل كده. تمام. فناخد على مثال يوضح ازاي نعمل كومباريزون في الاستراكشرز اللي هي بتستخدم. في عندنا حاجه اسمها البريديكيت اسمه أليس. البريديكيت ده بيقارن تو فاريبلز مع بعض، ويبقى سكسيد في حاله، طبعا واضح من اسمه أليس، يعني بيعمل كومباريزون ما بين تو يعتبر ليست يعني، بس طبعا هنوضح دلوقتي المعنى المقصود بها ايه. لكن هنا بيقارن الاتومز دي مع بعض، وامتى؟ لما تكون بيقارنها حرف حرف، يعني لو هي سترينج مع سترينج، الاكس دي سترينج والواي سترينج، بيقارن كل حرف بنظيره بالاسك بتاعه. يعني هنا مثلا اكس از الفا بتكال للزان واي. فانت عندك هنا بتركز على ازاي تعمل انت موضوع الايه، الحته دي اهم حاجه، الحته اللي هي الفابيتيكالي ليسننج دي بتبقى عباره عن ايه، ان انت بتشتغل باستخدام الاسك بتاع كل حرف وبتقارنهم ببعض. على سبيل المثال مثلا هنا عندك مثلا اليس هنا البولكانو، هتلاقي الاي ديت مع السي ديت، هتلاقي الحرف ده الاسك بتاعه اصغر من ده، فهتلاقي سقسيط، هتلاقي ايه سقسيط. تعالى الدبليو مع الام، طبعا الدبليو هنا الاسك بتاعها هيبقى اكبر من الام، فهتيجي تبص تلاقي هنا ان ال الجول ده لو تم اختباره هيبقى هنا ايه فيل. طبعا هنا هتلاقيهم ايكويفالنت، او هنا هنسموهم مثلا كل اسك بي هو بي، فهتيجي تبص هنا طبعا الشرط بتاع اليس ده هيبقى فيل، لانه مش متحقق في خاصية اللزام. فهتيجي تبص تلاقي بيكشر مع بيكشر ده ايه فيه. واضح الفكرة؟ فهو البرنامج ده الغرض منه ان هو ازاي يقارن التو ستراكشرز ببعض. الاكس ده تعتبر ستراكشر والواي ده تعتبر ايه ستراكشر. تمام؟ ف
فعندك هنا في بقى conditions او بنسميها ايه الاحتمالات الممكنة في دراسة كل حالة من هذه الحالات. يعني مثلا خد مثلا على سبيل المثال اول حالة اللي هي الحالة دي اللي هي بتعمل اليس. هنا عندنا هنا في عندك مثلا اول حالة اللي هي سكسيد انت، احنا قلنا بوك وبوك باينر. بقول لك هنا لو الكلمة الاولية انتهت قبل التانية، يعني الفيرست وورد دي انتهت قبل التانية، فبيعتبر من هذا المنظور الاسك بتاع ده خلص الاول، فبيعتبر سكسيد اللي هي اليزان، ان الحروف ديت طلعت هنا انتهت قبل ديت فبتعتبر اليزان. دي اول حاله من حالات الكونديشنز اللي تتحقق في هذه الحاله. تمام. في حاله تانية برضو قال لك لو طبعا الحاله المباشره جدا ان انا اقارن حرف حرف، يعني مثلا الايه هنا معروف ان هي اقل من السي، طبعا دي سكسيد لان ديت شيء بديهي جدا وواضح جدا. طيب في حاله بقى ان الاثنين يتساووا، يعني انا عندي مثلا ال وال، هيعتبر ده كان دي ليست مثلا من عناصر دي ليست، يعتبر ده الهيد والهيد، فالهيد هنا والهيد هنا في الليسته دي متساويين، فهيضطر يعمل ريكيرشن على الاي زد واي اللي هي بقيه التيل اللي هي بقيه العناصر، ويشوف هل هم متساويين ولا لا. الاي طبعا هنا والاي هيقارنهم هيلاقوهم طبعا اقل. الفكره هنا ان هو بيعمل ريكيرشن في حاله تساوي اول ايه اول حرف مع نظيره، بيعمل ماتشنج مع اول حرف مع ايه مع نظيره. طيب امتى يبقى فيلر؟ برضك لو طلع هنا مثلا عندك لو وصل للنهايه لنفس الكلمتين في نفس الوقت، يعني هنا قلنا هنا ابل وهنا ابل معايا، فيعتبر الاثنين هنا متساويين ويبقى هنا فيلر برضه. طب لو العكس بقى، عكس الحاله الاولانيه اللي هي دي، انت عندك الران اوت الكاركترز ديت هنا للسكند بقى خلصت السكند، يلا يعتبر ده حاله تعتبر فيلر. فدي كلها كيسز، دول كلهم كيسز بيتكلموا عن ايه الحالات الممكنه في استخدام ال في استخدام ايه يا جماعه؟ في استخدام الايه؟ السكسس او الكونديشنز بتاعت اليس. في ناس داخله لسه دلوقتي هنا فاحنا دلوقتي عشان نبقى عارفين بس الناس متابعة، احنا بنعمل دلوقتي كومباريزون ما بين تو ستراكشر وبنشوف ايه الشروط الواجب توفر. خلاص قلنا الحالات اللي واجب توفرها في ال. طيب احنا قلنا الفكره دي مبنيه على حاجه واحده بس، ان انا بقارن الاسكي بتاع كل حرف بنظيره. انت عندك هنا دكتور حضرتك مش هتكتب على حاجه زي المحاضره علشان نفهم التفاعل، يبقى صعب مستمعين بعض كويس للاسف. طيب هنا عشان نعمل ترانسفورم اتومز انتو ريكيرسيف ستراكشر، هنا عشان نحول الاتومز دي للكيرسيف ستراكشر، عندك هنا اولا لازما في عندنا بيلت ان فانكشن او بريديكيت هنا بنسميها اتوم كودس، ديت بيلت ان، دي دورها الاساسي ان انا بدخل عليها اي ليست اهيت، وهي بتعمل ريتيرن للاسكي. انا ما بعمل هنا مثلا عندك هنا اي ال بي، ودي ال 97 و 108 و 112، فهل الاي الاسك بتاعها هو 97؟ هل الاسك بتاع ال 108؟ طبعا هنا بيعمل ماتشنج، فطبعا معروف طبعا الاي 97 ومعروف ان ال 108 ومعروف ان البي 112، فهيطلع يس. لو انا عايز ادخل اعرف، احنا قلنا ديت ان هي بيلت ان يعني موجوده في البرولوج، لو قلنا الاي اللي بدي عايزين نجيب الاسك بتاعها على في صوره لسته، هيطلع لك بالطريقه دي اكس بتساوي 97 و108 و112. تمام كده؟ فيبقى عندكم هنا الاكس، يبقى الغرض الاساسي من الداله اتوم كودس ديت بتعمل تشيكنج على العناصر بتاع اللسته ايه؟ عنصر عنصر، بحيث يطلع يعمل ريتيرن للاسك بتاعه. طبعا لو جاب هنا في الجول قال لك اتوم كودس ل اكس و97 و108 و112.
هيطلع هنا في الحاله دي بقى الاكس بكام. طبعا انا مدخل له الليست اوف اسك بتاعها، فطبيعي جدا هيطلع لك الايه، هيطلع الفاريبل بتاعها اي ال بي. الاي بتمثل 97 والال بتمثل 108 والبي بتمثل 112. واضحه يا شباب؟ في سؤال او حاجه في الجزئيه دي؟ حد مش فاهم اللي انا بقوله او مش متابع او مش سامع؟ واحنا ممكن نطبق مع حضرتك طيب، او نعمل اي حاجه عملي كده بدل ما احنا قاعدين؟ هو عشان المشكله بس ان المحاضره مسجله فبتبقى وقتها محدود بس، لانه وقفت بعد تقريبا 40 دقيقه او حاجه. فاحنا ممكن نقسم الفيديوهات ديت، يعني نعملها مرحله مرحله، لو حابين نبقى نعمل بعد كده براكتس ممكن نعمل يعني. بس احنا هنشتغل بس الجزئيه ديت. واضحه الاول فكرتها الاول ولا في مشكله الاول فيها؟ لا هو كده كله تمام، هو بس بعد اذن حضرتك ان كنت مثلا اشتغلت على البرنامج اللي احنا بناخده في السكشن، وعملت مثلا المثال اللي فات ده وكنا تابعنا معاك، يعني بدل ما احنا بنقرا بس وخلاص، فيبقى يعني انت عايز التفاعل احسن يعني وكده. هو احنا بنتكلم كديمو كمحاضره، لكن في السكشن عامله ممكن مع المعيدين. هو الفكره بس يا دكتور. اي لا، هو مش حضرتك مش مطالب انك تشتغل على البرنامج بشكل عملي، هو بس الفكره لو ممكن حضرتك تكتب على حاجه على برنامج مثلا زي ما حضرتك بتكتب على البورد في المحاضره كده، احنا ممكن نفهم اكتر يعني. طب هو عامه ما هو البرنامج لو البرنامج هيتطلب كده ممكن نعمل حاجه زي كده لو هيتطلب، بس انا بتكلم على الفكره بتاع البرنامج ده. واضحه الاول ولا لا؟ اه تمام، هي واضحه باينه قدام. واحنا دلوقتي لسه احنا الخط فصل فجأة يا جماعة. انتوا معايا دلوقتي؟ كله معايا؟ الو؟ الناس معايا؟ تمام حضرتك يا دكتور. اه تمام. تمام زي الفل. طيب بصوا، يعني هو دلوقتي فكره الاتوم كودس واضحه ان انا ديت بلت ان زي ما قلنا، فهي كل اللي بتعمله ان هي بتعمل ريتيرن للاسكي او بتعمل لك ريتيرن. لو انا دخلت الاسكي بتعمل لك ريتيرن للايه، للالفا بيت نفسها دي، ماشي؟ فهي بلت ان زي ما قلنا. فانت عندك دلوقتي عشان تعمل كونفيرت الاتومز للليست، انت دلوقتي بتعمل اتوم كودس هنا بتدخل له الاكس اللي هي مثلا اي بي سي زي ما خدناها قبل كده، وبيطلع لك ايه ريتيرن للاكس ال اللي هي الليست بتاعتها اللي هي الليست اوف اسك بتاعها. الواي نفس الكلام، بيدخل له الواي اللي هي اي سترنج انا عايزها او اي اتوم، وبيعمل الريتيرن لها. فطبعا الفانكشن او البريديكيت اللي هنستخدمه اسمه اليس، يعني البريديكيت ده بنسميه ايه، اليس. عارف ان النت بتفصل ليه؟ فاحنا عندنا هنا كل اللي انت لما تيجي تقارن اي تو اتومز ببعض هنا، الفكره الاساسيه مبنيه على ايه؟ ان هو بيقارن الاتوم كودز هنا، بيعمل ايه؟ بيعمل اتوم كودز اكس، عشان يقارن الاكس ده بواي لازم يعمل ريتيرن للاسك بتاع الاكس في ليستا والاسك بتاع الواي في ليستا، وبعد كده يعمل اليس اكس على مين؟ على الاسك بتاع اللي هو الليست اوف اسك لكل ايه، للاكس والواي، اللي هي السترنج اكس والسترنج اي واي. هي دي الفكره الاساسيه عشان يعمل كومباريزون ما بين تو اوبجكت. طبعا الاوبجكت هنا في الحاله دي هيبقى او بتوين تو ستراكشر، وهنا الاستراكشر بتاعنا عباره عن ايه، عن ليست، يعني كانه بيعمل مقارنه ما بين ليست مع ليست، الاستراكشر مع استراكشر، اللي هي فكره الموضوع الاولاني اللي هو ازاي يعمل كومبيرنج ما بين تو ستراكشر. فطبعا هنا الباوندري كونديشن او اللي هي بتاع ليس اكس، احنا قلنا اول كلمه هتنتهي قبل الثانيه اللي هي بنسميها بقى دي هتبقى ايه. طبعا لو اول كلمه انتهت قبل الثانيه ده هتبقى معناها ايه؟ هيبقى معناها
انت عندك هنا هتبقى عندك دي امتي لانها انتهت قبل الثانيه، والثانيه طبعا هيبقى فيها لسه بصرف النظر بقى عن العناصر اللي فيها هتبقى لسه ما خلصتش. فاول شرط هنا هنعمله ان يكون الاولى تخلص اللي هي امتي والثانيه ايه فيها عناصر لسه. ده حاله او ده حاله من الحالات الايه الاليس اكس. الحاله الثانيه ان انا اقارن بقى الاكس اللي هي الهيد بعد الهيد الفابتكالي. طبعا ده هتتحقق امتى؟ لو الاكس اقل من واي كايه، لان احنا دلوقتي بنقارن ايه يا شباب؟ الباركود ده بالباركود، لان احنا دلوقتي ليست اوف باركودز ليست اوف اسكي، فبيقارن الاسكي بتاع الاكس بالاسكي بتاع الواي. ففي الحاله ده هيبقى سكسيد طبعا، لانه هيقارن عنصر عنصر بس مش هيبص على التيل، لان هو هيبص على الهيد مع الهيد بس. في حاله الريكيرشن بقى ان الاتش هي الاتش، يعني انا دخلت له تو كلمتين مثلا احمد وعلي، احمد هتبقى الايه وعلي برضك اولها ايه، مش هيبص على الايه والايه، هيبص على الاكس والواي بقى اللي هي التيل والتيل، عشان يقدر يعمل مقارنه ما بين الاثنين. فهتيجي تبص تلاقي دولت حالات الباوندري كونديشنز اللي يجب توفرها علشان نعمل القصه دي. تمام. البرنامج شوف في النهايه بقى شكله عامل ازاي بقى. زي ما قلنا من شويه تيجي تبص هتلاقي عندك اول حاجه ان هو بيعمل هيدخل تو سترينج او اتومز مثلا زي احمد وعلي، هيعمل ريتيرن الاسك بتاعه ده اول حاجه، ويعمل اليس اكس بقى ما بين اللي